دحين هنعمل ايش؟ كيكه الرينبو. تعرف وش الرينبو صح كلكم؟ الوان. ايوه كم لون؟ مين يعرف عدد الالوان؟ سبعة. مين يعرف ايش هي؟ اخضر. يزن ايش في؟ ازرق. زينة ايش في كمان؟ بنفسجي. كلارا احمر. اصفر. طيب يصير احمر عندنا، برتقالي اصفر، عندنا اخضر، عندنا ازرق وبنفسجي، وفي لون زي الازرق بس على غامق اسمه نيلي. نيلي اللون النيلي. طيب هذه السبع الوان حقت ايه؟ حقت الرينبو. طيب دحين هنبدا نخلط مع بعض الكيكه. طيب عندنا اول شيء هنا بياض البيض. طيب هنحط عليه رشة ملح، بعدين عندنا هنا الفانيلا. تمام لازم نبدأ نخلط. طيب بياض البيض لما نخلطه حيصير زي الرغوة فلافي. طيب هنشوفه دحين مع بعض. كده انخلط معانا بياض البيض، شايفين كيف صار؟ طيب دحين هنخلط شيء ثاني. طيب عندنا هنا صفار البيض، هنخلطه مع السكر والسمنه. مين بيجي يخلطه؟ أنا. تجي كلارا تساعد في كيكتك؟ يلا. يلا. ايش رايك تحطي لنا صفار البيض؟ هنحط عليه السمنة. طيب هنحط ايش؟ السكر. تمام دحين نبدأ ايش؟ هنخلطهم حركية يمين يسار على جهة واحدة، حركة كده مثلا كده. تمام. طيب هنضيف الطحين والحليب بالتدريج. تمام بس نحرك هذا من هنا بس شوية منه مو كله. طيب وحنحط شوية من الحليب. تمام وحط ايش؟ البيكنج باودر. كده اي كوب. طيب كده تمام ترجعي تخلطي لنا. وانت بتخلطي انا حضيف بالتدريج حليب. حضيف الدقيق. خلاص كده كفاية هنط فيها. تروح تقعد يا كلارا دحين أديكم كلكم تلونوا معايا. إيش حنسوي؟ هناخد بياض البيض ونخلطه معاه. طيب بس لما نجي نخلط بياض البيض هنخلطه بإيه؟ بالسباتشل اللي في يدنا، ما حنخلطه بالخلاط. هنبدأ نضيف تدريجي بياض البيض. طيب كل واحد يحاول يحزر ايش اللون اللي قدامه. انا احمر. وانت يا تالا؟ اسود. اسود؟ ما في لون اسود في الرينبو. انا اخضر. نيلي. أخضر. نيلي. ممكن نيلي. ازرق. ايش اللون؟ طب هنا في لونين كمان. انا هذا احمر وازرق. هذا ازرق لون. هذا اللون ازرق. يمكن النيلي اللي عندي هنا دحين لما نخلطها مع الكيكه حيبان ايه اللون الحقيقي. طيب دحين كل واحد يديني الزبديه اللي قدامه.
نحط له فيها ملعقة من الكيكة عشان ايه؟ انا عندي نحط لك لا ملعقة وانت تقلبيها هذه الكيكة هذه حتقلبي بيها بس انا احط لك بهذه ملعقة هاي راح ناكل هاي كيكة هاي حتاكليها؟ هذه حتقلبي بيها يا تعطيني يا يزن بعدين حيصير لونه ازرق دحين حتشوف قلبي وش يطلع اللون قلبي اي شوف ايش اللون اللي حيطلع معك ازرق طلع ازرق طيب قلبي انت شوف ايش اللون يلا كلارا شوف ايش اللون حيطلع لك اخضر انه كل مبين ازرق انت مبين احمر يمكن اورنج يمكن اصفر يمكن لانه هنا في واحد قريب منه قديم ايش طلع احمر لا زهري زهري ايا زهري على احمر ما بقلبها هيك بعمل زي فولدنج هيك اي شاطر وبقي انت نشوف اللون اللي حيطلع لك هذا اورنج مو انت طلع اورنج انا دحين عندي اهو يلا شوف ايش اللون اللي طلع لك يا تارا ها ايش طلع لك ازرق فاتح ولا غامق فاتح انا تبعي شوي لوني المفضل لونك المفضل ازرق وانا حاشوف ايش عندي هنا كمان انا هنا طلع لي بنفسجي كل مره اخوي شايفين حلو ايه كل مره اخوي بقول له اي لون بدك كل يوم بقول له اي لون بتحب يقول لي ازرق ما بيحب شيء ثاني ما يحبك اي شيء ثاني ولا شيء احتاج احد هنا يجي يساعدني ندهن الصينيه بالسمنه انا ودقيق انا 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 تجي يلا خذي الفرشه وادهني لنا الصينيه بالسمنه السمنه قريب يلا تدهني الصينيه لا روح هناك تمام كمان تدهني لنا الاطراف لازم حتى الاطراف ندهنها طيب تفضل يا زن لما تحطي الالوان لازم تحطي يعني ليرز يعني اول لون بعد اللون ثاني ممكن نحطها لايرز ممكن نحطها جنب بعض دحين نعملها احنا بطريقه عشوائيه مرات بيحطوا كل الالوان بعدين باخذ التوث بيك وبيعملوا اي احنا حنعملها بس بالسباتشولا نحركها خلصت تطلع حلوه خلصت تمام كده تمام ناخذها نحط دحين ايش الحين حناخدها وحنرش ايش طحين طيب مرات في كوكينج سبراي مرات في زبده مرات في سمنه ودقيق في زيت ودقيق في اشياء كثير ممكن ندهن بها لما نجي ناخده حنخبطه طيب لما كله ايش كله فين يتغلف ايوه كده تمام شايفينها دهناها طيب دحين ايش حنسوي؟ حنحط الالوان اللي سويتوها طيب نحط نبدا بالاحمر تدريج الوان الرينبو يلا ناخذ حقك يا كلارا ايش بعد الاحمر يجي اللون؟ ازرق برتقالي لا مش احمر هاي بينك هذا بينك ايوه زي احمر قريب من الاحمر طيب راح ناخذ ايه البرتقالي تمام بعدين ايش حناخذ ايش بعد البرتقالي الاصفر ايش بعد الاصفر الأخضر تدينا يزن لونك الأخضر مكان أزرق شاطر بعد الأخضر نحط الأزرق الفاتح وبعدين نأخذ الأزرق الثاني بعض مثل الليرز الحين حنشوف واو. كيف الوانها حلوة واخر شيء حنحط ايه البنفسجي
خليني اوريكم شكلها. هناخد سباتشولا صغيرة نحركها كده ايه في بعض شوية. شكلها كده رينبو ولا لا؟ رينبو. دحين حندخلها الفرن. متحمسين تاكلوها؟ طيب يلا ندخلها الفرن. دحين لما تخرج ايش حيصير؟ ناكلها. خليها دقيقة بس. خليها دقيقة وناكلها؟ بس دقيقة؟ ما حتستوي. طيب كيف ناكلها؟ مثل الماي عادي؟ تشربها بالكاسة. تشربيها بالكاسة؟ متحمسة تاكليها صح؟ دحين أول ما تخرج أنت حتحطها لقطع كثير كثير شكلها طيب. كيف شكلها حلو؟ بالعافية. دحين ناكلها. دحين خلصت الكيكة. شايفين كيف شكلها؟ كثير حلو. حلوة؟ تبغى منها وأحط له القطعة؟ نحطها لمين؟ أنا. نحطها لكلارا؟ كلنا نتفق؟ طيب. شوفوا كيف شكلها من جوا. طلع لك لون ايه؟ ازرق. ازرق واخضر شوية بينك صح؟ هذه الكلارا. دحين نحط ازرق اخضر برضو. هذه طلعت زرقاء. لمين؟ تاخذيها تالا؟ هذه الناحية شكلها ازرق. نشوف ناحية ثانية. هنا بدا يختلف. شوفوا هذه من ناحيه ازرق ومن ناحيه ايه اللون الفاتح والبينك. انا 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 هذه لمين؟ انا. بديها زينه. طيب راح نحط لك. ابدا اكل. ابدا اكل. قولي لي كيف عجبتك طعمها ولا ما عجبتك؟ هذه نشوف اللون. من هنا عندنا موفي كمان عندك دحين. لا حلوه صح؟ يزن. دحين نحط لك واحده. هذه يزن. شايف الوانها كيف؟ ايش طعم الكيكه؟ لذيذه؟ يوم يزاكي كثير. بالعافية. يزاكي كثير. عزيزة عجبتك؟ صحة.